دكتور محمد جبريل بن طاهر، أستاذ مساعد بكلية الفنون والإعلام جامعة مصراتة. طبعا المشاركة والعمل في العمل الصحفي وفي الأكاديمي وأيضا العملي تجربة طويلة يعني في هذا العمل وفي الجانب الأكاديمي أيضا في التدريس في الدراسات العليا في مواد الرأي العام والإعلام الدولي على سبيل المثال للحصر. لنا مشاركة في تدريس هذه المواد في الدراسات العليا في هذه الكلية، تجربة رائدة وتجربة يعني نعتز بهذه التجربة، ولدينا ملاحظاتنا أيضا على الطلاب ولكن تظل تجربة طيبة. الصحافة بمفهومها الواسع الإعلام، وبمفهومها الضيق هي إحدى وسائل الإعلام. طبعا الصحافة بمفهومها الضيق الآن تعاني مشاكل كثيرة، خصوصا الصحافة الورقية مع انتشار الصحافة الإلكترونية. هناك من يتنبأ أن خلال 10 سنوات القادمة ستنتهي الصحافة الورقية في ظل المد الإلكتروني وفي ظل استهلاك أيضا يعني المتلقيين والجمهور عامة للصحافة الإلكترونية ووسائل الاتصال أيضا، ولكن مع ذلك تظل الصحافة رائدة وتظل الصحافة أول وسيلة إعلام مهمة جدا في نقل الحقائق، خصوصا الصحافة الاستقصائية التي تهدف إلى تحري الأخبار ونقل الأخبار وما وراء الخبر وتتبع الحقائق بشكل كامل. الصحافة تتبع دائما عندما تحصل أزمة، أو من يهرع للأزمة هو الإعلامي، لأن يريد الكشف عن الحقيقة. لأن عندما يذهب الإعلامي وعندما تذهب الصحافة إلى مكان الأزمة أو إلى الذين معنيين بالأزمة، هنا تقف الشائعة حول الأزمة ويبدأ نقل الخبر، لأن نحن نعلم أن ما بين الشائعة والخبر هو المصدر. فالصحافة لها دور كبير جدا في تغطية الأزمات وفي نقل الحقائق وسد الباب على الشائعة. الآن بالفعل هناك منافسة شديدة لدور الصحافة ولدور الإعلام، باعتبار أن الآن مع انتشار الإنترنت وانتشار وسائل الاتصال أصبح كل منا يراسل وكل منا يعطي الخبر وإلى آخره. لكن ما يميز الصحفي هو حرفية نقل الخبر، هو كتابة الخبر، هو مصدر الخبر. هذا ما يميز الصحفي عن المتلقي العادي أو عن غير المتخصص في الصحافة. المهارات الجديدة هي هو التعامل مع وسائل الاتصال المتطورة الآن حاليا. ينبغي أن هناك يكون تعامل جيد. أيضا مهنية العمل الإعلامي مهمة جدا بالنسبة للصحفي، هذه كلها تظل جيدة. أيضا إجادة اللغات مهمة جدا بالنسبة للصحفيين العرب على سبيل المثال، إجادة اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية والإيطالية واللغات الأخرى لكي يتعاملوا، لأن الآن أصبحنا نحن نتعامل مع محيط واحد. يعني الآن أصبح العالم قرية كونية واحدة مثل ما أشار ماكمهون. يعني الآن العالم مفتح لبعضه، لابد من إيجاد لغات أخرى، لابد من إيجاد مهارات العمل الصحفي. أهم شيء بالنسبة للصحفي هو الاطلاع، لابد الصحفي يكون مطلع على ثقافة واسعة جدا، لأن الصحفي عمل حساس والصحفي يتعامل مع أخبار متعددة يعني سياسية رياضية إلى آخره. جميل جدا أن يكون عنده موسوعة معرفية كبيرة، وبالإضافة إلى ما ذكرنا سابقا أن يكون مواكب لتطور العمل الصحفي ومواكب لكل التقنيات الصحفية الإلكترونية. الصحافة الإلكترونية طبعا لابد من اهتمام بالصحافة الإلكترونية في برامج الدراسات العليا لكي تظل مادة يعني الاهتمام بها. أيضا الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية في الدراسات العليا مهم جدا للصحفي، بالإضافة إلى تدريس الصحافة المتطورة الآن حاليا. يعني عدم التركيز كثيرا على الصحافة الكلاسيكية، بل التركيز على الصحافة الإلكترونية المتطورة، والتركيز أيضا على وسائل الاتصال الآن حديثا. ينبغي التركيز على كيفية التعامل الصحفي مع وسائل الاتصال الآن حديثا، يعني زي على سبيل المثال الحصر الفيسبوك الآن المنتشر بشكل كبير. ينبغي على الصحفي أن يتفهم كيفية التعامل مع وسائل الاتصال خصوصا الفيسبوك، وكيفية إثبات الخبر ودحض الشائع. طرق كثيرة، لكن ينبغي الاعتماد على الطرق الحديثة في 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 الدراسات العليا: التدريس الإلكتروني، التدريس السبورة الذكية، المناهج الحديثة، عدم التركيز على عدم أيضا إسهام الطلبة في الدراسات العليا. ينبغي أن تكون الدراسات العليا بالتشارك مع الطلبة في إعطاء المحاضرات، لا أن تكون أستاذ يرسل وطالب يتلقى.
ينبغي التركيز على اللغات، ينبغي الانفتاح على العالم الآخر، ينبغي الخروج من قالب الصحافة القديمة، ينبغي التركيز على أيضا على التخصص في الصحافة، لأننا نعلم أن هناك مجال واسع، مجال الصحافة، ينبغي التركيز، يعني طلاب كل أحد يتخصص في الصحافة السياسية، آخر في الرياضية والثقافية مثلا على سبيل المثال. يعني عملية التخصص الآن أصبحت مهمة، لأن العالم الآن أصبح يتجه إلى تقسيم العمل الصحفي وإلى تجزئة العمل الصحفي. أتمنى النجاح لهذا البرنامج ما بين جامعة مصراتة وجامعة ميلانو في إيطاليا. أتمنى أن ينال هذا البرنامج النجاح، وأتمنى الاستفادة لطلاب ليبيا الذين شغوفون للدراسة وكلهم أمل في أن ينجح هذا البرنامج وأن ينالوا شهادات من هذه الجامعات العليا التي مدت يدها لجامعة مصراتة. التوفيق لجامعة مصراتة ولكل من يقف خلف هذا البرنامج.